سيادة العميد أعود إليك يعني كما شاهدنا لواء القدس حركة النجباء ميليشيا الدفاع الوطني أيضا من الميليشيات المحلية هل يمكن أن يعول النظام بالفعل على هذه الميليشيات المرتزقة؟ يعني اليوم أجمل ما قرأت نشرتها على صفحة اليوم أن مقاتل يقول لم نجد أمامنا إلا لبناني أو عراقي أو إيراني وكأننا نقاتل في أراضيهم مهم. فرد عليه مقاتل آخر يقول عندما ندخل حلب ستظن نفسك في موسكو في حلب لا يوجد جيش للنظام ولا يوجد قوى للنظام من يقاتل هي ميليشيات إيرانية دعني أعدد من هو موجود في حلب مهم. لدينا لواء القصة الفلسطيني هو موجود في منطقة حندرات نعم. ومخيم حندرات وهو من ساهم مع الفصائل الكرديه الانفصاليه في قطع طريق الكاستيلو مخيم حندرات في الريف الشمالي في الريف الشمالي نعم. لمدينه حلب نعم. لدينا حزب الله وهو الكتله الرئيسيه التي تقاتل الميليشيا اللبنانيه إيه من ايران لدينا فيلق القدس ولدينا الحرس الثوري الايراني ولدينا ثلاث الويه موجوده في مدينه حلب اللواء 23 اللواء 65 واللواء 74 هذه تقاتل مع النظام في النسبة للعراقيين لدينا 24 فصيل عراقي في سوريا لكن الكتلة الرئيسية الموجودة في حلب هي حركة النجباء وفيلق بدر روسيا أيضا تشارك ولديها كتيبتي دبابات او مدفعيه متحركه، الاولى موجوده في منطقه الحاضر والثانيه موجوده في مطار كويرس وتتقدم الى مطار النيرب وتشارك في تشارك في عمليات التمهيد. الان هناك عمليات تحضير لمدينه حلب، نعم. هي نعرف ما هي التحضيرات. هناك عمليه امداد تتم من الساحل وحماه الى مدينه حلب. وقلنا من ان السواري يحاولون قطع الامدادات، لدينا خط مباشر من مطارات ومن مدن طهران ومدن ايرانيه الى مطار النير مباشره، وهناك الحشود الروسيه، والحشود الروسيه لها اهميه خاصه، اذا ما علمنا ان هناك 12 قطعه بحريه كانت تتواجد حتى منتصف هذا العام، منتصف هذا العام بدات الحشود تتقدم، هناك الغواصه روتسوف، نووية أرسلت ثم أرسل فيما بعد الطراد بطرس الأكبر ثم أرسل الطراد موسكوفا ثم أرسل الطراد فارباخ اخر ما ارسل هو طراد سوفا بس وهو بس يحمل 50 طائره سو 33 و 129 وبعض تعرض, ل... تعرض لحريق في القناه الانجليزيه بالقناه الانجليزيه تعرض لمشكله في المحركات المشكله الاكبر التي تعرض لها عندما رفضت اسبانيا تزويده بالوقود رفض رفضت مالطا تزويده بالوقود فزوده بوتفليقه الجزائر بالوقود وهو الان مع خمس قطع اقترب من قبرص ايضا بالامس ارسلت بوتين أوامر إلى الأركان الروسية بإرسال ثلاث غواصات استثنان نووية وثالثة ديزل ما يهمنا من كل تلك القطع البحرية أصبح الآن هناك من 18 إلى 20 قطعة بحرية ستكون مقابل لا. السواحل السورية قبل الانتخابات الأمريكية معظمها تحمل صواريخ كاليبر وهذه الصواريخ هي نفسها الصواريخ التي تم أطلاقها من قبل السفن الروسية في بحر قزوين على الأراضي السورية